ووصلنا لفقرتنا التالية يا سمر، فأساليب وطرائق تربوية عديدة بها تصنع الشخصية ومع بترتكز وبتركز الصورة الذهنية بأجيال واعدة، فما دور الرقابة الأسرية والأساليب النمطية في التربية؟ رح نحكي أكثر مع الأخصائية التربوية والنفسية الدكتورة خيرية الأحمد. صباح الخير. يسعد سعد صباحكم. صباحك دكتورة، أهلا وسهلا يسعد فيك. صباحكم، كل خير يا رب. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. هلا بالبداية فيك. خلينا نحكي عن الرقابة الأسرية، شو إلها دور بالتربية، ونحكي كمان عن الفرق والتوازن بين الإهمال والاهتمام كمان. طبعا الرقابة الأسرية هي، هلأ كل الأشخاص بتقول لك شو يعني كلمة رقابة أسرية؟ الرقابة الأسرية هي التوجيه والمتابعة المباشرة أو غير المباشرة للأبناء بظل التنشئة الاجتماعية والأسرية اللي أنا عم تكون موجودة خلال المراحل العمرية كافة، سواء كان من مرحلة الخمسة الطفولة المبكرة أو مرحلة ال5 سنوات اللي أنا كثير دائما بركز عليها بكل بأي موضوع إحنا عم نحكي بالتربية أو الأسرة. 5 سنوات الطفولة الأولى هي كثير مهمة بتكوين وتركيز كثير من العادات والتنشئة الاجتماعية الصحيحة والسليمة وحتى المراحل العمرية كلها كافة. بس مثل ما قلت، مباشرة وغير المباشرة، يعني في شيء أنا لازم ركز عليه من خلال تنشئتي الاجتماعية لأبنائي بشكل هيك مباشر وواضح، عم نبهه عليه، عم قله عليه، عم وجهه، عم تابعه عليه، أو في شغلات تانية بأسلوب غير مباشر مثل أساليب القدوة، النمذجات، حكاية القصص، العبارات المشجعة، الرسائل اللي ببعتها بيني وبين ابني، أساليب كثيرة أنا فيني أتبعها بأسلوب غير مباشر. هي كان مفهوم بسيط عن الرقابة الأسرية. أما فيما يخص الإهمال والاهتمام الزائد، هن في فرق كثير بيناتهم. للأسف نحن بنلاحظ بعض الأهالي من أسرنا هن يا أما أنا كثير بهتم كثير، يا أما أنا ما بسأل كثير، واثنيناتهم وصلت. تماما للاسف. الاهمال الزائد هي اللي انا شخص ما ببالي شو ما بده ابني يعمل يتصرف، سواء عادات سلوكيه كانت بالبيت موجوده، مهارات حياتيه شخصيه، او سواء كانت عادات هي لعلاقاته المهنيه بشكل خارجي اجتماعي او علاقات بيئه وظيفيه او عمل. فهذا الشيء بيكون انه انا لا ما ببالي، ما بتابعه، ما بسال ابدا باي تصرف هو سواء، فهذا بيعود عليه كثير نتائج وكثير اثار سلبيه على ابنائه وعلي انا كحدا مربي لاسرتي ولعائلتي. الشيء الاثار السلبي اللي انا بدي بيقع على عاتق الطفل اللي هو انا ما عم بالي او اهتم بتربيته، اول شيء انه انا ما عم حمله مسؤوليه، ما عم علمه كيف هو حدا يكون قادر على وضع خطه واهداف رئيسيه بحياته. يعني انا كثير بقول للاهالي نحن من ابنك من هو عمره 5 سنين دائما علمه يكون عنده يعني يعرف شو يعني كلمه انه انا بلشت نهاري، في عندي مهام بدي اديها، ما يكون هو حدا بس ماشي عشوائيا انه خلص شو ما بدي بشتغل بهذا يعني اليوم. يعني انه يحدد وقت للدراسه، وقت للاكل، وقت للنوم، هيك يعني انت يتعلم الترتيب والتنظيم، يتعلم انه في شيء بالحياه اسمه هدف حتى من هو صغير، انه انا اليوم عندي لازم اكتب وظيفتي، اروح على المدرسه، اكتب وظيفتي، ارجع ساعد ماما، يعني في عنده اولويات ومهام لازم هو يشتغلها، من هو صغير لازم يتعلم على هذا التفكير. طالما هو تعلم على هذا التفكير فهو وقت صار كبير فحياته حتكون منظمه مرتبه، حيكون في عنده هدف سامي هو تابع لحتى يحققه. وبنفس الوقت انا بربيت طفل هو مانه اتكالي، يعني زائد اكيد هو رح يكون اتكالي على الاشخاص الاخرين، ما عنده تحمل مسؤوليه. طيب دكتوره، عم نشوف هلا يعني هلا الجيل اللي عم يتجوز من 10 سنين لهلا هن بس عم يجيبوا ولد واحد لانه الظروف صعبه، الماديات كثير صارت صعبه لتربي ابنك بطريقه صحيحه، ولكن بنفس الوقت هذا الولد هو عم ينعطى دلال كثير كبير، عم ينعطى اهتمام كثير كبير، ويمكن ببداية دمجه بالمدرسة أو بالروضة أو مع أشخاص تانيين عم نشوف ذكاء فظيع، ولكن ما عنده هاي الخبرة الاجتماعية. تمام. يعني خلينا نحكي عن السلبيات يلي بتولد الدلال الزائد والاهتمام الزائد وخاصة للولد الواحد. تمام. السبب الأساسي بهذا الموضوع هن الأهل، هي قولا واحدا، كان واحد وإن كان 10. تمام. الدلال الزائد تماما، لانه حتى هلا بالطفل في فرق شوي بين الطفل الوحيد بين الابناء المتعددين، لانه هناك في عندك اسمه هذا الشخص الطفل الوحيد عم ياخذ كل المحور الاهتمام، وفي عندك هناك في شيء نوع من التمييز بين الابناء، هم بتختلف الحاله، هم مختلفه عن الحاله الثانيه. بس انا عم بحكي على الطفل اللي هو مدلل كثير الوحيد، طفل دائما كيف ما انت بتعلمي فهو عم يتقمص شخصيتك، اذا انت عم تتبعي قدامه اساليب تربويه او عم تتبعي اي سلوكيات فهو عم يتقمص وعم بيقلد. نحن بنعرف كثير اولاد اخواتنا او شيء اي حركه بنعملها بشكلنا او شيء بيحاولوا يقلدونه، وحتى بيحاولوا يقولوا انا كذا، حتى بيتكنى باسمك اذا هو كان معجب بشخصيتك، فهو عم بيقلد وعم بيتقمص هاي الاساليب اللي هي موجوده قدامه. فانا طالما عم بعطيه، عم يكون هو عم يشوف كل شيء عادات سلوكي، انا عم بعطيه اي شيء بده اياه، فانا عم علمه على بيئه، عم عوده على جو، على بيئه
رسمت له اياها ورسخت له اياها، فهو انتقل من بيئه الجو اللي هو دلال زائد عاد كل شيء كل شيء بدي اياه عم بحصل عليه لبيئه ثانيه في منافسين باعتقاده هو طبعا، لانه انا اليوم الانسه مو بس عند هذا الطفل، عند كذا طفل، فهي اكيد ما راح يكون محور الاهتمام هو موجه بس لهذا الطفل، راح يكون لكم كبير من الاطفال، فهو ما بيتقبل هذا الموضوع، بصير عنده نوع من الانانيه، بصير عنده نوع من العدوان تجاه رفقاته، يعني هو ما بيتقبل البيئه اللي هو موجود فيها، لانه هو باعتقاده نفس الجو اللي انا موجود فيه بالبيت لازم انتقل عليه لازم الاقي نفس الاهتمام طبعاً. فهو فقد الاهتمام والدلال اللي هو كان موجود، فعانى من كثير قصص، يمكن تضطرب، يمكن يصير معه اضطرابات نفسيه اكثر، يمكن يكون يصير عنده خوف ورهاب اجتماعي، يمكن يكون عدوان بالشق المنافي له، يمكن يصير معه تبول لا ارادي، يمكن يتجه لامور الكذب حتى اذا عمل مشاكل مع رفقاته، لانه هو دائما متعود يحصل على اي شيء ما راح يقول لاهله انه انا شو عملت، فهو يمكن يصير معه كثير اساليب اضطرابات نفسيه او سلوكيه ناتجه من خلال هذا الاسلوب، لانه طبعا اختلفت البيئه من هون لهون. هلا كثير بنسمع مثلا اطفال عم يكذبوا مثل ما حكيتي، واطفال مثلا عم بيغشوا، يعني هنا صغار كثير مثلا عم بيغشوا، عم بيتنقلوا مثلا من رفقاتهم، عم بيطالعوا دفتر، عم بيعملوا يعني اشياء مثلا كلها هي خطا. كيف ممكن الام تتعامل بهذا الموضوع؟ وخلينا نحكي كمان عن الفرق بين الدلال والتجاهل، الام شو تعمل؟ يعني تدلل كثير الولد ولا خلص تتجاهله؟ وامتى وقت التجاهل الصح وامتى وقت الدلال الصح او الخطا؟ الفكره اللي قلتيها هلا بالسؤال الاول اللي عم تساليني اياه كثير مهم، نحن نحكي عن شيء اسمه الاستقرار العاطفي. تمام. يعني انا اليوم كثير نحن حتى مرقنا نحن صغار باساليب، احيانا وقت يكون عندنا احد الابوين هو كثير قاسي او متسلط او بيستخدم اسلوب القسوه معنا، نحن خوفا من العقاب اللي رح يكون موجود علينا نحن نتجه للكذب، وهذا شيء كثير خاطئ. دائما انا بقول انه في شيء اسمه استقرار عاطفي، اعطي الامان والاطمئنان والامان لابنك لحتى هو يجي يحكي لك، انا بقول له انه انت احكي لي وانا ما رح احكي لي، انت احكي لي شو صار معك وانا اكيد ما رح اعاقبك، بس لحتى افهم شو الموضوع نحله بكل بساطه. طب اللي ما بيحكي كيف بدك تخليه يحكي؟ بتصيري انت بتحكي له قصصك؟ طالما انت اعطيتيه الامان والاستقرار هو رح يحكي. بس انا هو طفل ما بيحكي هلا، بدك تصيري تحاوري تعطيه دائما انت تحكي له قصص، انه انا تعدي مثلا تقارني مثلا مقارنه بين الابناء مثلا، تخلي جو تعدي انت ورفيقتك انه عم تحكوا حديث، انه شوف رفيقتي كانت عم تقول لي شو الحديث اللي كان عم ينطرق، بس مو دائما مو باسرار خصوصيه، لان هي كمان مشان نفرق بيناتهم، ما نكون عم نحكي الشيء الخصوصي كثير، لا موقف حياتي عام، يعني هو مواقف اجتماعيه وارد تصير مع اي شخص كان موجود بالعلاقات الاجتماعيه بشكل عام يعني، فانت هون اهم شيء تعطيه الامان. هلا اي حدا الامان، واول مره كذاب، ثاني مره كذاب، ثالث مره صرنا نهدده انه في عقاب او هلا شو ممكن يكون العقوبه المناسبه لموضوع الكذب لحد ما انه الوحده يعني خلص ينام من حياته وراس الولد؟ يعني تمام. برايك هلا في شغله كمان، في شقين لهذا الشيء، انه اول شيء انا ما ضل له انت عم تكذب، يعني حاول انا ما كرس له هي الصفه، يعني اذا انت عم تقول له انت كل مره عم تكذب علي، فهو صدقا يمكن مره ما كذب، يمكن بموقف حياتي ما كذب علي، فانا وقت عم له انت كل مره عم تكذب، فهو صار شو انا عم عزز له الصفه، فانت انه انت خلاص انت شخص الكذاب، فهو انه انا كذاب ليش لحتى احكي الصفه، فبصير هيك بيمشي بصفه انه صفه منسوبه لي، فخلص انا بمشي فيها، فهي اول شغله ما لازم تضل له انه انت كذاب، انه انت انا بعرف انه انت صادق رح تحكي لي الصدق، فهو رح يحكي. واهم شيء الامان، يعني هلا كلمه الامان كلياتنا بنقول انه هي شو يعني كلمه امان؟ اعطيه الامان، هي مو بس بالحكي، يعني مو انا انه احكي لي وانا ما حاعمل شيء معك، هو بجوز يقول عم تحكي معي هلا بعد شوي رح اكل العقاب اللي هو رح تنفذه، بس الاحساس الشعور بالاستقرار والامان والاطمئنان هو ما بيجي عن طريق الكلام فقط، بس هو بيجي عن طريق السلوكيات اللي انا عم بتعامل معها. طيب مثل ما حكينا خيريه، خلينا نحكي عن العقوبه المناسبه للطفل وبالاخص بالاعمار الصغيره. وفي شغله ثانيه، هذيك المره مثلا على قصه الغش، بنت رفيقتي مثلا غشت، فقلت لها شو رايك انه نحكي قدامها قصه انه انا وانت انه على اساس بنعرف ولد غش تماما، وحطوا له صفر بالمدرسه وعاقبوه، وثاني مره اذا شافوه غش مثلا حيطالعوه من كل المدرسه، انه هذا هو اسلوب صح ولا خطا؟ اسلوب صحيح. تمام. اول ما كنت بلشنا بالحكي عن العقاب الاسريه تماما، حكينا تمام. اسلوب النموذج القدوي والاسلوب القصصي يلي هو انه انا دائما بحكي عن حدا، طبعا ما بحكي عن حدا مقرب اللي هو الاخ، لانه هون عم بعمل شيء سلبي، عم خليه هو يغار من اخوه او يحقد على اخوه او اي يصير شيء مشاعر سلبيه، هون انا لازم اكون عم بحكي معه بطريقه انه عم بعطيه نموذج قدوي هو ايجابي، بس هو ارتكب شيء سلبي، فانا لحتى كيف عدل السلوك، واحيانا فيني احكي له قصه انه صار هيك، بتعرف هلا انا مثلا احد المواقف من فتره كان معي ولد كثير بيروح على الكونتر، بده يحب يلعب العاب بلاي ستيشن مثلا بمحل، ف
فانه فيك انت ترهبيه باسلوب بسيط انه هذا المحل بيجي عليه اشخاص مو مناح، يمكن هذا المحل ما انه مرخص، فيمكن يجوا مثلا يعملوا له قصه. فهو فعلا عجد هيك بيصير، هو ما كان بباله هذا الموضوع. حتى لو عند بيصير باللاوعي انه هو عم يقنع حاله تماما. فانا ليش لحتى انا يصير فيني الموقف اللي هي عم تحكي لي عنه؟ يمكن انا مثلا نسب لشخص ما انه كويس. دائما انا ليش مثلا لي حكيتي بالمقدمه الصوره الذهنيه، انا كثير بدقق عليها، دائما بقول للابناء مثلا بيعملوا عم بتعامل معهم بدورات انه انت حلو، انت شخصيه وانت حلو وانت سلوكياتك حلوه احيانا، فليش عم تعمل هذا السلوك اللي هو ما بيناسبك، هو ما بيناسب شخصيتك الحلوه والمرتبه، فخلي صورتك قدام العالم تطلع مرتبه وحلوه. فهنا اوكي بيصفوا شوي انه ما حق عم تحكي ليش بالموضوع. تماما. ليش لحتى روح كل شيء ايجابيات عم تحكي؟ يعني هلا يمكن هي ما تكون ايجابيات كثيره. دائما نحن لازم نستخدم العبارات المشجعه، يعني إيجابية. احيانا الاهالي بيستخدموا مع اولادهم حتى الرسائل النصيه. يعني مو غلط انه انا مثلا بالشهر ابعث رساله نصيه لابني اللي معه على معه موبايل او عنده عبر له بطريقه يعني عبر له عن المدى الايجابيه اللي انا عم حسها تجاهه، مدى الانجازات اللي هو عم بيقدمها، تقديره له وعم اقدره اكثر. يعني دكتوريا ما في احلى من انه الواحد يقدم مشاعره بصدق وبعدل لحتى ان كان بعمر السنه وان كان بس ليكبر ويصير شاب. الاهم شيء العدل، ان كان بالمشاعر أكيد. وان كان بالعقوبه وان كان بالثواب ايضا. بدنا نشكرك كثير دكتوريا واهلا وسهلا فيكي. شكرا لكم. شكرا لك.